أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس سعيد وحلم ومجلس بركة وتسير. شهر المبارك يوم الأحد 28 من شهر صفر، ونحن على بعد أقل من أسبوعين مع ذكرى المولد النبوي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن على ذكرى قريبة العهد باستشهاد رجلين من رجال هذه الأمة. الله عز وجل اختار له أن يلحق بشهداء الصالحين وأن يلحق بأستاذه وبأسوته رحم الله عبد العزيز ورحم الله أحمد وألحقنا به مسلمين. أرفع تعزيتي لإخواننا في فلسطين ومنهم من يحضر معنا بوسط الشبكة ولإخواننا جميعا. كان الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أسوة، كان علما من أعلام الجهاد، وكان أسوة، كان أسوة خير وأسوة جهاد. وعن الأسوة والخير لأحدث في مجلسنا هذا إن شاء الله. أذكروا بما كنا تعرضنا إليه في مجالس سابقة انطلاقا من سورة قاف في قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير متجي مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. المناعون للخير هم الذين يصدفون عن آيات الله ويعرضون عن آيات الله ويعرضون عن الخير. ونحن نريد أن نكون عارين للخير، نكون من الأخيار، هذا هدفنا إن شاء الله. ولكي نكون من الأخيار لا بد لنا أن نقتدي بالأخيار، لا بد لنا أن نسلك سبيل الأخيار. خير الأخيار وأخير الأخيار هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سنحتفل بذكرى ميلاده بعد أقل من أسبوعين. الله عز وجل ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم الأخيار: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر وإنهم عندنا من مصطفين الأخيار. هذه في سورة صاد وكنا تعرضنا لها في مجلس سابق. هذا ذكر، هذا ذكر بعد ذكر الأخيار، هذا ذكر يعني تذكر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله، وتذكروا يا أمة محمد كيف كان هؤلاء الأخيار، كيف كانت عناية الله عز وجل بهم، كيف كان تأييد الله عز وجل بهم في سورة صاد. ولا يتسع الوقت لكي نتعرض للسياق الذي جاءت فيه هذه الكلمة، هذا ذكر. فنرجع إلى الأسوة وإلى الإسوة. سيدنا محمد هو إسوتنا وهو خير الإساء. يقول الله عز وجل في كتاب عزيز: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وبعض القراء قرأوا أسوة، وفي اللغة يجوز إسوة وأسوة مع واحد. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إذا أردنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن نقتدي، الإسوة والقدوة. نرجع إلى معاني الإسوة إن شاء الله. إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم
فيجب أن نقتدي به في كل شيء، لا سيما في المواطن التي ينبغي للمؤمن أن يكون فيها في أشد اعتناده بالله عز وجل وتوكله عليه. هذا كان لقد قال لكم في رسول الله في سورة الأحزاب. ماذا وقع في سورة الأحزاب؟ اجتمع العرب من قريش ومن أحلافهم واليهود كما اجتمع أعداء الأمة الآن على الأمة. نربط ماضي الأمة بحاضرها في سورة الأحزاب، قرأناها في السيرة النبوية. اجتمعت قريش وقبائل مشركة واتحدوا مع اليهود لكي يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل في هذه السورة: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. كيف نتأسى؟ كيف نقتدي؟ إن الإسوة أساسا هي القدوة. كيف نقتدي برسول الله وموقفنا هذا يشبه موقفه وموقف الصحابة إذاك؟ كيف نفعل؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو رجاء، يرجو في اللغة في أصل اللغة انتظر، ده معنى الرجاء. رجاء معنى انتظر، ثم تحول معناها إلى الرجاء معنى انتظار فضل من الفضل. نرجو فضل الله، نرجو الدار الآخرة، نرجو الجنة. كان يرجو الله واليوم الآخر. وأذكر إخواني الحاضرين وهم سيبلغون لمن حولهم من هذا الجيل ومن يأتي بعدهم من الأجيال، أنه ما لم نجتمع نستجمع قوانا، ما لم نجتمع وننجمع على الله عز وجل وعلى الدار الآخرة، انتظار الدار الآخرة، يرجو الله واليوم الآخر. أي شيء أعظم شيء في الآخرة؟ ما هو؟ ما هو أعظم شيء في الآخرة؟ يقولوا لي شنو غير واحد ياك؟ شكون اللي يجاوب؟ وجه الله تعالى، لقاء الله عز وجل. إوا هذا جا ليها قود، يعني ما في واحد غادي يقول لك الجنة. الجنة هي مخلوقة، والجنة ماشي أعظم شيء في الآخرة. يقول لك الصراط، يقول لك الحساب، يقول هذا الشيء كله، هذا كلها امور كيصرفها الله عز وجل، لكن لقاء الله، لقاء الله عز وجل. كان يرجو الله واليوم الاخر. فلذلك عندما تدعون الناس الى ما تريد ان تدعوهم اليه وهو التوبه والايمان والاحسان والجهاد في سبيل الله، ابدأوهم بزرع هم آخرتهم في قلوبهم. هذه البداية الصحيحة، البداية الصحيحة والوحيدة. غير هذا يعني نحوم في حواشي الموضوع. تحدث الناس الإسلام زين، الإسلام جميل، الإسلام هو الحل، والإسلام لطيف، والإسلام كذا، والمسلمون مجاهدون، المسلمون ينتصرون في ويشرفون، هذا واقع، هذا واقع، ويشرفون الأمة في جهادهم في فلسطين وفي غير فلسطين. نبقى في الإسلام الفكري، أفكار، لكن عندما يكون هم الآخرة مزروعا في قلبي بدأت في الطريق الصحيح، توبة إلى الله عز وجل وانتظار الآخرة. نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتفل بذكراه ونصلي عليه، وهذه أشياء جميلة جدا، ونفرح به في أعيادي في عيد مولدي وفي مجالسنا ونصلي عليه. لكن لماذا؟ لأنه عزنا، ولأنه جاءنا بالقرآن، ولأنه يعني كلها حواشي حول الموضوع. لأننا سنلقاه غدا يوم القيامة، سنلقى الله وسنلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع فينا.
يقول علماء اللغة الإسوة للأسوة هي القدوة. وهنالك معان خمس معان أو أكثر من خمس معاني، كلها تدور حول الألف والسين والواو أو لا الألف والسين والياء، يعني حرف الجذر، الجذر اللغوي تحوم حوله معان، وهذه المعاني كلها تؤيد مع القدوة، تؤيد معنى القدوة. وساه معنى أعانه، يقول العرب في مثلهم في بعض الأمثال: أخوك من واساك بنشب لا من واساك بنسب. أخوك من واساك بنشب، يعني من أعانك بمال، لا من واساك بنسب. قل لك أنا أخوك واش عاونتني، ماذا تعب واش عاونتني، أنا أخوكم في الله ولكن ما نعاونكم شي، إخوة في الله وأخوات في الله ولكن ما تعاونوا شي، إلا مرت شي واحد ولا وقعت له شي. المسلمون إخوة، الله تعالى قال إن المؤمنون إخوة، إخواننا في الصلاة شنو كيوقع لهم؟ حنا ما نكونوش من هاد الناس الغافلين عن الله. الحمد لله الله عز وجل بغى يشرف أحمد ياسين سلط عليه اليهود باش يقتلوا باش يتسمى شهيد في أعلى درجات السعادة، عبد العزيز رنتيسي كذلك والآخرون، ما نكونوش بحال الآخرين. أخوك من واساك بنشب، باش نقدروا نعاونوا إخواننا في فلسطين، باش ما محتاجين الرجال، هما الرجال، هادوك هما الرجال، أولئك هم الرجال، شباب في بالأطفال، أطفال وغلمان مشي قدام الدبابة ويحارب الدبابة بالحجرة، أو لا مشي قنبلة صنعها ومشي يفجر نفسه باش يقتل اليهود، هادو رجال محتاجين الرجال، محتاجين لنا شابين. واش في دينا حنا؟ في ديناش ترى باش شنو عندكم شي فلوس ما صيفطوهم لفلسطين؟ ما عندناش. جماعة العدل والإحسان عندها شي فلوس ما إلا صيفط؟ ما عندهاش، حنا فقراء. ولكن الناس دابا اللي كيقولوا حنا إخواننا في فلسطين، إيوا أخوك من واساك من شابين، عاونوهم بشي بركة. ما كاينش، كاينش. الأموال ديال البترول راهي كتنفق فيما تعلمون وما لا تعلمون. هذا موضوع آخر، خلينا ما نتكلموش في السياسة ياك، ما نتكلموش في السياسة. فإذا معان كثيرة في كلمة إسوة أو أسوة. الأساة هم الأطباء، الأساة هما الأطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا بمعنى قدوة، بمعنى مساعدة يساعدنا، بمعنى طبيب يطبنا. كل هذه المعاني تؤيد معنى أسوة حسنة، هكذا في أسوة حسنة. والأواسي هي العمود التي ينبني عليها البناء، ديك العمود العميدة اللي كيبنوها كتسمى الأواسي. هذا معنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان تسندوا عليه، كان اعتمدوا عليه، كان تك كان 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 كيقوينا، فهو عماد لنا. إذا هذه المعاني كلها معاني منها أصلي وهو القدوة، ومنها فرعي وهو يؤيد الأصلي. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. لمن هذه الإسوة؟ من يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم له طبيبا ومواسيا وإساء وعمادا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحدثت عن الذكر كلمة وكلمات، ليس الذكر هو ترديد اللفظ المقدس فقط لا إله إلا الله، وإن كان هذا جزء، هذا جزء أساسي، ولكن الذكر أذكر الله، أتذكر الله عز وجل،
من الناس من لا يذكر الله، لا يتذكر الله البتة في عمره كله، ومن الناس من يجحد وجود الله فأن له أن يذكر الله. الله ما موجود شيء. وهذه هي الفكرة والفلسفة والإيديولوجيا الدوابية السائدة في الجامعات وفي غير الجامعات والمدارس وفي، وهي الإيديولوجيا الداروينية. لا مكان للتفصيل هذا، ونعرض بعض التفصيل. فليقرأ كتاب نادية ياسين الذي سيصدر باللغة العربية عن قريب، وهو صدر باللغة الفرنسية، وفيه تفصيل هذا الأمر. وفي بعض ما كتبت أيضا في كلام عن هذا، ولكن كلام مقدم في كتاب فيش من كتاب تكلمت على الداروينية بزاف، محنة العقل والسليم، والكتاب الآخر اللي يسمى الحداثة، وبزاف بزاف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر، لا ينسى الله، لأنه إذا نسينا الله ينسانا الله عز وجل. نسوا الله في القرآن، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، معناها أنساهم أنفسهم، أنساهم ما قيمتهم، لا يعرفون ما قيمة الإنسان الذي تعلمناه، تعلمنا إياه الثقافة الحديثة والحداثة وما يجري في مجراها، وأن الإنسان دابة يتمتع بكما ويأكل كما تأكل الأنعام، ويغلب إذا كانت له صواريخ وقوة، ويغلب إذا كان قوي يغلب الضعيف، وإذا كان غني يستأثر بالأموال، أموال النفط وغيرها. نسوا الله فأنساهم وأنفسهم. هناك حديث: أملي عليكم من ذاكرتي، والذاكرة كليلة، ياك ما زاد الذاكرة ديالكم تبارك الله، زال النشطة وكت، وما توصل 75 عام الله يطول عمركم في طاعة الله، إوا الذاكرة كتقول لك وأنا شوية عييت ما بقيتش نحفظ، ولكن نملي عليكم إذا كان فيه شي حرف ماشي هو هذاك نطلب الله يسمح لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يغدو، كلكم، حديث ماشي طويل، كلكم يغدو أو كل الناس يغدو، هذه كل الناس كنظن هي اللي أرجح. تحفظ هذا الحديث سي بكر سي عبد الله سي عمارتي، تعرف كل الناس ولا كلكم؟ كل الناس، كل الناس، كل الناس، بارك الله عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. صافي. والمعاني الجليلة اللي في هذا الحديث معاني كثيرة جدا. كل الناس يغدو، معنى يغدو غدا، يعني الغدو، يسبحون بالغدو، والأصل الغدو صباح، شو الأصل المساء أماسي، يغدو يعني ينصرف صباحا إلى أين؟ إلى السوق، ينصرف إلى السوق، إذا كان موظف السوق، السوق ديالو هي الوظيفية، المكتب هو، إذا كان طبيب ولا مهندس راه الورشة ديال العمل هذاك هو السوق ديالو، يعني السوق بالمعنى العام. يغدو في طلب الرزق، في طلب المعاش، في طلب أي شيء، في طلب المتعة، في طلب الرياضة، في طلب إلى آخره. فموبق نفسه، فموبق فبائع نفسه، فبائع نفسه فما فموبقها، معنى موبقها مهلكها يهلكها، يبيعها. كيف يبيع نفسه؟ كيف يبيع نفسه في السوق؟ السوق هو مكان القيم، ياك القيم. واش منكم اللي كيقراو الاقتصاد؟ من هاد الاخوان ولا؟ كلهم لا ودا يقراو شويه الاقتصاد. القيم ياك السوق ديال لي فالور كيقولوا، ياك هذا كنشوفو في التلفزيون، القيم ديال البورصه والقيم ديال، فإذا معناه بايع نفسه، القيمه ديالو يعرض نفسه بصفه بوصفه قيمه من القيم. ما قيمتك؟
قيمتي انني يعني جهاز هضمين اكل واشرب واتنحم واتدو السلام عليكم. هذا هو الثقافة العصرية والثقافة الدوابية. ولكن إذا كان يبيع نفسه لله عز وجل، إذا كان يبيع نفسه لله عز وجل يعني على أنه يريد العوض من الله عز وجل، ماذا يريد؟ يريد ما عند الله عز وجل، يريد الله عز وجل، هذا معتقها. يعتق نفسه، يعتقها من ماذا؟ يعتقها من ربقة الجهل والضلال ونسيان النفس، يعني نسيان الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، القرآن هكذا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لم يقولوا ممتاز وكتار علينا، الأعداء كتار، جاءوا اليهود وجاءوا كما يفعل بعضهم اليوم، ينوحون ويبكون كتابة في جرائدي وفي وسائل الإعلام وفي تكلمت علينا الدول. نعم، الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كما تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يصف لنا حالنا. ولكن هل يحبذ هذه الحال أو لا؟ لا يحبذها. إذن فينبغي أن تكون أسوة حسنة في رسول الله وفي الذين معه أيضا في الصحراء. أشنو قالوا؟ قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماذا وعدهم الله؟ النصر. وعدهم الله أنهم سيقاتلون قوما أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. شكون اللي حافظ القرآن فيكم يقول لي أش تقبل من هذه؟ نعم نعم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. شكون اللي حافظ القرآن في الحاضرين؟ شكون اللي حافظ القرآن في الحاضرات؟ حتى واحد؟ تبارك الله، اسمك الله سيدي، اسم سني، شفتك شحال من راسي عم حافظ ياك، غير ذيك النهار ياك، شحال هذي ما كان عقل شي، حافظ القرآن واحد، شكون آخر؟ مازال صغار، شكون اللي حافظ 15 حزب؟ واحد، زيد؟ جوج؟ الآخر؟ ثلاثة أربعة من الإخوان والأخوات اللي حافظين 15، كاينش؟ واحد أختنا، كاينة أخت تبارك الله حافظة 15، شكون اللي حافظ 10؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود، 10، 11. إيوا اتفقنا منذ الأول في الحقيقة، ولكن أمور كنا اتفقنا عليها فنسيناها فنجدد عهدنا بها. في كل مجلس الله يجازيكم بخير، في كل مجلس اتفقوا باش قبل ما تموتوا تحفظوا القرآن، ياك قبل ما تموتوا تحفظوا القرآن، واتفقوا أيضا قبل ما تموتوا تحفظوا القرآن. يعني هذه الرسالة ديال القرآن هي أعظم رسالة في الوجود، أعظم رسالة، كتاب الله عز وجل إلى الإنسان. واش كاين أعظم من هذه؟ ما كاينش أعظم من هذه. فإذا نحفظوا القرآن لفظا أولا، ثم نحفظه أن نوسخ ونلوث أرواحنا بالمعاصي وبالموبقات. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ شكون اتفق معنا؟ أنا متفق معكم. يلا شكون آخر؟ ونشوف نشوف، ما لازم نبقاو نشوفوا، نحفظوا ونحفظوا هكذا ولا لا؟ نحفظوا ونحفظوا إن شاء الله، وماشي نحفظوا اللفظ ونحفظوا المعنى، نحتفظوا بطهارة القرآن ونحتفظوا بطهارة قلوبنا إن شاء الله. والمرأة المؤمنة الأحزاب ماذا قالوا؟
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماذا قال الله تعالى؟ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون. يروى، وعندما يقول الحديث يروى فمعنى أن الحديث ليس قويا، ولكن يعني لا يترتب، ما دام الحديث لا يترتب عليه أمر أو نهي شرعي واجب من الواجبات الشرعية والفروض فيستأنس به. أن سيدنا عبد الله بن مكتوم، عبد الله بن مكتوم، تعرفوا شكون هذا السيد؟ هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذه نائبا عنه إذا ذهب الناس إلى غزوة، ذهب المؤمنين إلى غزوة يبقى في المدينة نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعمى لا يبصر بها العين. يروى أنه في غزوة من غزوات في عهد سيدنا عمر أظن، قال لقائد الجيش، شكون هو أبو عبيدة يمكن، ما نذكرش مزيان، أبو عبيدة أظن، قال له أعطني اللواء، أعطيني اللواء نهزو. شنو اللواء؟ ما قيمة اللواء في الحروب؟ اللواء الحسي في الحرب الصف، واللواء المعنوي ما قيمته؟ قيمة أساسية كبيرة جدا. كان أحمد ياسين رحمه الله، الشيخ أحمد ياسين هذا الرجل العظيم، كان لواء الدعوة، لواء الجهاد، ياك هذا اللواء المعنوي. واللواء الحسي عندما يكون القتال وجها لوجه كيدير واحد للرايه وكذا، وهذه المعاني المعنويات واللواء الرمزيات لهم شيء كبير جدا. لذلك تشوفوا دابا الامم كلها عندهم واحد اللواء، عندهم الرايه القوميه. يقول الملك كان اليوم الاول لما كتشوف الرئيس ديالهم لما كيبدا يتكلم داك النشيد الوطني والرايه الوطنيه كيجيو يدوم على قلبهم، يعني انهم يحبون ذلك ويقدسونه ولا يتحركون ويعبدونه. وكتشوفوا حتى ديالنا لما يجي واحد الزائر المغرب كيجيو داك النشيد المغربي والرايه المغربيه كيوقفونا اصناما كانهم يعبدون بحال الفصله. واش الفصله كيتلفتوا الناس ولا ما كيتلفتوش؟ فالرايه كيعبدوها الناس، كيعبدوها. هذا قيمة الرمز. ما انتبهتوش لهذا الشيء؟ لا، جا زائر واحد رئيس دولة ولا كذا ونشيد والراية كانوا وقفوا هكذا وكنجيو نبوسوا هذيك الراية ونقدسوها ونعظموها تعظيما، ما يهمناش. هذا سيدنا عبد الله بن مكتوم قال لقائده، قال أعطيني الراية. قال له ما تفعل وأنت أعمى، شنو بدير بها؟ وهذا هو الرمز، هذا هو. قالوا لأنني أنا لا أبصر العدو إن كان هاجما فلا أتألف، والآخرون ينظرون الأعداء فيفرون، أنا لا أفر. شتي؟ هذا يعني أعمى ولكنه بصير. والمرأة المؤمنة أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل سجي الله جعلنا منهم. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.